السلام عليكم، بلاش أشرح هذا السؤال. طبعا هذا السؤال من أسهل أسئلة المادة. ليش؟ لأنه هذا يطبق على مبدأ حفظ الطاقة زي ما تعلمنا قبل. بيقول لي عندي 2 باوند يعني الأم تساوي 2 على 32 باوند 2. أول شيء إيش الـ velocity 20؟ It's at A. If the spring has an stretch length of 2 feet يعني الـ L-knot وهي اللي بدي أطرح منها 2 feet. The stiffness K 100. Determine the velocity of a block B. S بتساوي 1. تساوي واحد يعني لما نزل واحد. شو بعمل هسه؟ طبق مبدأ حفظ الطاقة. T1 plus V1 أو T2 plus V2. T1 نص Vm اللي هي 2 على 32. 2 V تربيع، كم ال V؟ 20 تربيع. الله زائد V1 كي V1 إلاستيك زائد جرافيتي. أنا فارض اديتهم هون. الجرافيتي 0. V1 جرافيتي تساوي 0. V1 إلاستيك تساوي نص K X تربيع، نص 100 X تربيع، كم الـ X تربيع؟ بس أنا شو شايف عندي 2 فيت، وكم الـ Unstretch Length؟ 2 فيت، يعني 0. ما في V1 إلاستيك، يعني 0. تساوي T2 2 32.2 في V تربيع اللي بدي إياها، زائد هسا عندي إيش؟ مثل 1 فيت يعني ناقص ام في جي في ام في جي في ات ام في في ات اتش اللي هي سالب 1 والام هي اللي فوق والدي 32 2 وخلص بعوض 2 اتش الوزن زائد نص كي اكس تربيع معي اكس بتكون قد طوله هون هاي 2 هاي 1 بحكي 1 تربيع 2 تربيع تدبر ناقص منه الانيشال سترينث اللي هو الانيشال لينكث اللي هو باثنين وتحت التربيع بخلص هيا بقول لك اول شيء ام جي في اتش هيا الانيشال الاستيك زيرو هيو زيرو الفاينل هي نص في 100 في الوتر ناقص 2 الكل تربيع وطبق القانون في سي 19.4 يعطيكم الف عافيه.